حياكم الله مشاهدين، راح نتعرف الآن وياكم على حالة الطقس والأنواع الجوية في كافة أنحاء العراق وأيضا في معظم البلدان العربية والعالمية. البداية راح تكون من بغداد نهارا، واللي تسجل 44 درجة مئوية والأجواء فيها حارة جدا. أما درجة الحرارة الملموسة فراح تكون 41 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 62%، سرعة الرياح 25 كيلومتر في الساعة والرياح جنوبية. راح ننتقل الآن مشاهدينا إلى بغداد ليلا. تسجل في بغداد درجات الحرارة ليلا لهذا اليوم 29 درجة مئوية والأجواء فيها غيوم متفرقة. أما درجة الحرارة الملموسة فهي 28 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 35%، سرعة الرياح 22 كيلومتر في الساعة والرياح شمالية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى بغداد الحبيبة، ولكن في الثلاث أيام القادمة. يوم غد في بغداد 42 درجة مئوية، ويوم الأربعاء كذلك 42 درجة مئوية. أما ليلاً فراح تتراوح فيهم درجات الحرارة ما بين 27 و 28. يوم الخميس ترتفع أكثر وتصل إلى 44 درجة مئوية والأجواء حارة جداً في الثلاث أيام القادمة. أما ليلة الخميس فراح تسجل فيها الأجواء 30 درجة مئوية والأجواء غالباً صافية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى جولتنا في المحافظات العراقية. البداية من محافظات الشمال اللي فيها تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و 39 درجة مئوية، الأجواء حارة جدا في جميع المحافظات، وفي أربيل الأجواء راح تكون مغبرة نهارا. أما ليلا فتتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و 23 درجة مئوية. هناك احتمالية لتساقط زخات الأمطار الخفيفة في الموصل، أما باقي المحافظات فراح تكون فيها الأجواء ما بين غيوم متفرقة وصافية في دهوك. ننتقل الآن إلى محافظات الوسط. في محافظات الوسط تتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و44 درجة مئوية، الأجواء حارة جدا في جميع المحافظات. أما كركوك فهناك الأجواء راح تكون مغبرة نهارا، أما ليلا فتتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و30 درجة مئوية والأجواء راح تكون فيها غيوم متفرقة في جميع المحافظات. ننتقل الآن إلى باقي المحافظات وإلى محافظات الجنوبية تحديدا، اللي فيها درجات الحرارة لهذا اليوم تتراوح ما بين 42 و45 درجة مئوية والأجواء حارة جدا في جميع المحافظات. أما ليلا فدرجات الحرارة راح تكون ما بين 27 و28 درجة مئوية والأجواء راح تكون فيها غيوم متفرقة وغالبا صافية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى وقفتنا الثانية في المحافظات الجنوبية، واللي فيها درجات الحرارة لهذا اليوم تسجل تقريبا 45 درجة مئوية والأجواء حارة جدا. أما ليلا فتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و31 درجة مئوية والأجواء راح تكون من صافية إلى غيوم متفرقة في بعض المناطق. راح ننتقل الآن مشاهدينا إلى جولتنا في البلدان العربية، والبداية من عواصم دول الخليج العربي والرياض تحديدا. الرياض نهارا 41 وليلا 30 درجة مئوية، أما دبي نهارا 38 وليلا 26 درجة مئوية، أبو ظبي نهارا 36 وليلا 27 درجة مئوية، مدينة الكويت نهارا 41 درجة مئوية وليلا 29. ننتقل مشاهدينا الآن إلى المنامة. في المنامة نهارا 39 وليلا 29، مسقط نهارا 35 وليلا 29، أما الدوحة نهارا فراح تكون 39 وليلا 28، وصنعاء نهارا 26 وليلا 19 درجة مئوية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى عواصم دول بلاد الشام، والبداية من القدس الشريف. في القدس الشريف نهارا 26 وليلا 16 درجة مئوية، أما دمشق نهارا 32 وليلا 14 درجة مئوية، العاصمة عمان نهارا 29 وليلا 16 درجة مئوية، أما بيروت نهارا 25 وليلا 17 درجة مئوية. تابعنا درجات الحرارة في العراق وأيضا في كافة البلدان العربية، راح نروح ونتابع باقي دول العالم، خليكم ويانا.